è un percorso che inizia già dal 2007, certo, che si chiamava Medico Greco. معهد سينوم إيطالي اللي هم كانوا شركائنا في ترميم المبنى الإسرائيلي العثماني اللي تم من سنتين ثلاثة طبعاً، جايين اليوم يعرض علينا كتاب بخصوص المبنى وبخصوص مبنى آخر في بلدية الخليل، فجايين اليوم يعرض علينا يعني يعطونا لمحة عن الكتاب ويصدروا الكتاب. Allora, il libro racconta della nostra lunga esperienza che abbiamo come SEUM avuto qui con il comune di Tulkarem per il restauro di questo palazzo. Il كتاب يتحدث عن تجربة طويلة التي مررنا فيها هنا في خلال عمل ترميم هذا المبنى بالتعاون مع الفلسطينيين من اجل الوصول الى هذا الواقع الذي نمر فيه الان. Chiaramente non è soltanto una pubblicazione, un libro tecnico, ma racconta anche proprio tutta l'avventura che noi abbiamo avuto insieme agli amici e colleghi del posto. Il كتاب لا يتحدث عن وجهة نظر فنية، يتحدث عن العلاقات الشخصية اللي كانت من خلال العمل مع الشباب الفلسطينيين. كانت مغامرة بالنسبة لنا عشناها مع زملائنا الفلسطينيين. Ed è proprio attraverso questa pubblicazione che vorremmo, attraverso la sua presentazione e lettura, che rappresenti non la chiusura di un progetto ma l'inizio di una nuova avventura. بنأمل إنه خلال عرض هذا الكتاب ما يكونش هو نهاية مرحلة بل على العكس هو انطلاقة مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع الفلسطينيين.